اس اوتو سكان اند ديجنوستكس. هذا محرك بوكسر انجن سوبارو كومبو سوبرو بوكسر انجن. هذا فيها كيلاس هنا وكيلاس هنا وبلوك هنا وبلوك هنا وفي البروكا في النص. لي بيستون يروحوا ويجيو افقيا. هذا راح نعطيكم عليه معلومات بزاف مليحه. واول مره نديرو بوكسر انجن، اول مره انا نديرو، ممكن نريفيزاوه الاخوه من قبل، لكن يحتاج دقه كبيره خلاص، خاصه في الخلاص في البروكا ولي بيستون. محرك عالي الاداء، محرك مليح. هذه البابيون تاعو فيها الزيوتات، تيربو خرج منه الزيت، تيربو كيما نشوفو هاي الزيت، احتمال سيغمون تكسرت لانه كي سيناه لقيناه يدير صوت الاحتكاك. هذه لابيتي مليحه، ديسكو بلاتو ميكانيزم تاعو مليح ان شاء الله، مليح يعني. هذا بولون موتور، نحيو نحطوه في السيبور ونبداو التفكيك نتاعو ان شاء الله. راح تشوفوا معنا ريفيزيون تاعو كامله وبدقه ان شاء الله، راح تعرفوا شويه اسرار عليه، فيه شويه اسرار هكا خلاف الفيويت وخلاف الليني، خلاف الكات سيلندر الليني. هذا هو كات سيلندر، دوز انجيكتور منه، كلشي دوز انجيكتور منه، دوز انجيكتور منه. هذا لاشبين تاعو، بومباو الى هنا لداخل، تيربو لتحت، هذه لا بومباو، واش بيتي تيربو واحد فقط عادي، محرك عادي اربع اسطوانات، ايه لادميسيون ما يتوزع منه من هذا. هو محرك مليح ان شاء الله، ربي يوفقنا. عماد ويشتي تو شيار، يس. السلام عليكم. بيضة 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 ب